طيب بكير بوزدان وزير العدل التركي أعلن أن بلاده ستسقط كافة الدعاوى القضائية ضد إسرائيل في حادثة اقتحام الكوماندز الإسرائيلي لسفينة اسمها إيه يا جماعة؟ سفينة مرمرة. لما اقتحم الكوماندوز الإسرائيلي السفينة التركية مرمرة بالتحديد سنة 2010 وقتل خلالها 9 مدنيين، وإن الإجراءات بتأتي ضمن اتفاق المصالحة مع إسرائيل، وإنها ستدفع تعويضات عن حادث اقتحام السفينة مرمرة، تعويضات حوالي 20 مليون دولار خلال 20 أو 25 يوم، وإنه تم إرسال نص الاتفاق إلى البرلمان للمصادقة عليه.